لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. توجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعري منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بعد نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة مساء السبت بعد أدائهم الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف بعرفة. لبيك لا شريك لك لبيك. ويعد رمي جمرة العقبة الكبرى أمرا واجبا عند الحجاج، كما يستحب أن يحدث ما بين طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة إلى زواله، وبعد ذلك يقوم الحجاج بذبح الأضاحي الهدي وحلق أو تقصير شعر رؤوسهم قبل التحلل من الإحرام. صلاة العيد أثابكم الله، صلاة العيد أثابكم الله. وأدى حجاج بيت الله الحرام صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة الحرم المكي في صحن الكعبة المشرفة ومحيطها بأنحاء مكة، حيث ركزت خطبة عيد الأضحى على معاني الرحمة التي تضمنها الدين الإسلامي. وإن المجتمع الفطن هو ذلكم الذي يغرس في أفئدة بنيه معنى حيازة الدنيا على حقيقتها دون تلبيس أو تزوير أو إغراء بصراعات ليسوا من بابتها، يؤكد ذلكم جليا نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد. وتبدأ يوم التشريق الثلاث من الحادي عشر من ذي الحجة، فإذا رمى الحاج الجمار أباح الله له الانصراف من منى إذا كان متعجلا، وهذا تسمى النفرة الأولى، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير ثالث أيام التشريق بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. وفي اليوم الثالث من أيام التشريق الذي يصادف الأربعاء يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة ويطوف في البيت العتيق للوداع. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.